السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. وشاب ابتز فتاة في الإسكندرية بفيديوهات وصور تقريبا متركبة أو حتى سليمة أو أيا ما يكن، والشاب اتسجن عليه، اتحكم عليه بالحكم 2 سنين. طبعا الخبر ملوش لازمة، بس أنا مش طالع أتكلم على الخبر، أنا طالع أكلم إخواتي البنات وأهلي وأي بنت محترم، حد بيبتزها، حد عمل فيها اي حاجه، حد سرق الايميل بتاعه وخد كلام كان بيتكلم حبيبها، كان بيتكلم صاحبها، كان بيتكلم اللي بيتكلمه، كان بتعمل اللي بتعمله. احنا مش هنحاسب الناس في الدنيا يوم القيامه موجود. المهم ابتزك، عملك اي حاجه، ما تسكتيش. روحي ارفعي محضر، ارفعي قضيه، هيجيلك حقك. طبعا هنا برضو رساله للاهل، اقفوا مع بناتكو، مش على طول البنات بتبقى غلطانين. انا مش عارف، انا ما بحبش حد ينصحني، فانا ما بحبش انصح حد. شاشة دينا لايك شير سبسكرايب، شغل جرس كل خبر جديد تعرف اول باول، وقول لنا رايك في الكومنتات. سلام.